صباحكم وارد وياسمين مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في الحلقة الجديدة من برنامج كيف الحال. اليوم غادي نتكلموا فيها مرة أخرى على وليداتنا، على يعني المسار الدراسي ديالهم وخاصة التوجيه. احنا مازال باقي مستمرين في الفترة ديال التوجيه، وكان واحد المجموعة ديال النقط اللي بغينا نطرقوا لها ونذكروا بها، يعني مادام كتح لنا الفرصة مع الخبراء اللي كيشاركونا الحديث في هذا البرنامج، باش نتكلموا على التوجيه وعلاقته ببعض القيم وعلاقته ببعض الاشياء اللي كتربطنا هكذا بالبلد ديالنا، بالارض ديالنا، بخدمه الوطن الى غير ذلك، من هذه النقاط هذه اللي كنتناساوها احيانا في هذه الفتره هذه خاصه. وهذا الشيء علاش هذا الموضوع هذا بغينا نتكلموا فيه معك بروفيسور مجدولين النهيبي. صباح الخير. صباح النور. كنساو هذه النقطه هذه، ماشي كنساوها، هي راه فينا دائما، وانما ما كنذكروهاش بالكلمات وبالمصطلحات، المصلحه العامه، خدمه البلد ديالي، خير ديال الارض اللي حنا كبرنا فيها وهذا علينا، كيفاش خصنا نردوها الى غير ذلك من هذه الاشياء. واش هاد القيم وهاد الافكار هذه تخصها تكون مخوده بعين الاعتبار وحنا يعني تنرافقوا وليداتنا في هذه المرحله هذه ديال التوجيه، سواء كنا اباء وامهات او كنا موجهين او مدرسين؟ هو موضوع في حقه مهم، لان مساله القيم الوطنيه والارتباط بالوطن وحب الوطن وخدمه الوطن هي كتكون في التربيه اولا داخل الاسره، وثانيا بطبيعه الحال في المدرسه. راه حنا عندنا ماده ديال التربيه على المواطنه اللي فيها بزاف ديال الاشياء اللي كياخذوها التلامذ كدروس، ولكن حنا ما نكرهوش انها تكون كقناعات. نعم. يعني من بعد تولي قناعات، وان هذه القناعات كتولي كتحكم جميع الاختيارات في كل مرحله من المراحل. فكنشوفوا مثلا الوليدات الصغار كيفاش انهم مثلا كيتغناو بالوطن، بالمغرب، بالعالم. نعم. او في المخيمات الى اخره، هذا كيعطي واحد الحس جميل. وهو اللي كيمكن يرافق الشاب مثلا حتى ملي كيولي فتى او يافع او ثاني واحد مثلا غير في كره القدم، كيفاش كيهزوا داك العالم المغربي، كيفاش كيلبس داك التيشيرت ديال، هذه كلها اشياء عندها واحد الرمزيه كبيره وعندها واقع وعندها طبيعه الحال، عندها اون ريزونانس كتبقى يعني اكيد. ولكن المشكل اللي تيوقع هو اننا ملي تنجيو نتكلموا على المستقبل وعلى المهنه وعلى تنحسوا بعض المرات ان تيكون واحد الهوه وتيكون واحد الشرخ، او حتى الانسان حتى ملي كينتقل للحياه العمليه راه كنلاحظوا بانه بعض المرات كنخليو فيها كما كنقولوا في هذه المساله هذه. علاش؟ لان تما كتولي واحد شويه، الا بغيت نقول واحد شويه ديال النزعه الفردانيه، انا خصني نخدم، خصني انا نربح فلوس، خصني انا نبان. نعم. خصني انا نكون، خصني انا وعاد زيد بعض المرات بعض الرسائل المذمره اللي كنشوفها احيانا في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا، واللي كتعبر على تجارب فرديه او لا اخفاقات هكذا فرديه اللي كتخلي الانسان تيمر من واحد المرحله ديال الياس فكيضرب كل شيء بعرض الحائط. نعم. هذه مرحله، هذه عفوا ملاحظه مهمه. علاش؟ لان الفشل والنجاح كاين في الحياه ديال الجميع، هو سنه، هو سنه كونيه تماما. بمعنى انني ملي كندير واحد الحاجه وما كنتوفقش فيها في هذاك واحد الطريق على انني خصني نغير شي حوايج باش ننجح، الوقت اللي كنفشل او ما كنتوفقش واحد الحاجه وكنبدا نقلب على ما فين غنربطها ولا شكون اللي غنحملوا المسؤوليه، وكنمشي دائما كنبقى نقول الدوله، المغرب، البلاد الى اخره، هذا تحليل سطحي. نعم. وتيئيسي وخاطئ، عمره ما غيخليني نزيد القدام. علاش؟ حيت غنبقى دائما انني نتسنى بين الاخرين اللي خصهم ينجحوني تماما. بينما انا تنقول هنا بين قوسين، شنو هو الوطن؟ انك تزاديتي فيه، شربتي الماء ديالو، كليتي الطعام ديالو، لقيتي كرسي ديال المدرسه جلستي فيه، قريتي، وتوفر لك واحد الامور بما يتوفر لهذا الوطن من امكانياته المتواضعه، واحد الوقت خصك تقول انا خصني نعطي، انا اللي خصني دابا نبني، كما جيت ولقيت واحد الحوايج مبنيين واستفدت منهم حتى انا خصني نبني. وهنا الا بغينا نربطوا هذه المساله بالمهن وبالتوجيه الى اخره، روح المقاولاتيه ايضا، هذه روح المبادره، فوالا هذه اللي بغيت نقول، هذيك روح المبادره اللي خصنا نربيوها في وليداتنا. نعم. لانها مهمه جدا، هي اللي تتخلي الانسان عنده واحد الافق باش يخرج من واحد الوضعيه صعبه. لان شنو تيخلي الانسان ذاك روح الياس وذاك العدميه واللي خاطر دابا هو تينشروا داك الشيء وتتصنتوا لهم الناس وتتفاعلوا معاهم، وتتشوف بعض المرات واحد لي ستاتيو وهذوك لي كومونتير كلها غادي غير في واحد الياس وفي واحد الطرامية، وكتعطي صورة قاتمة اللي احيانا ما عندها حتى شي علاقة بالواقع خارج الوطن. كنشوف انا البعض اللي كيمشيو خارج الوطن كيعطيو واحد الافكار، وكانت واحد واقعة مؤخرا صحيح تعطيو افكار اللي حنا كنتفاجئوا ملي كنسمعوها. هذا ما تيعنيش ان ما كايناش حالات مثلا ديال الناس اللي تعيشوا
حالات معينة مثلا، ولكن هذا ما تعنيش أن الكل كذلك. ماشي تجربة واحدة تعني بأن كل الناس عاشوا نفس التجربة. دابا المشكل الظاهرة اللي كاينة دابا هو أن حتى الظواهر الاجتماعية لا من فقر ولا من حاجة ولا من هي أصبحت عالمية بطبيعة الحال. في ماشي أي لوكال بلد كاينة بحال دابا مثلا تتلقى واحد تيتشكى من واحد المسألة هي بحال هل تيتشكى منها البريطاني والأمريكي والفرنسي إلى آخره، ولكن هذاك تيحلها بواحد الشكل. علاش؟ لان النظام التعليمي ديالو عطاه واحد المقومات وعطاه واحد العقليه باش يتجاوز. واحد اخر مثلا في بلد اخر اللي النظام التعليمي ديالو ما عطاهش باش كيفاش يدير التجاوز، تيبقى حصل في واحد الحلقه مفرغه. غادي ندوز في ديك الحلقه مفرغه. هنا غادي نضيف اضافه لو سمحتي بروفيسور، من مش فقط النظام التعليمي، لا ما عطاهاش النظام التعليمي، هي خاصها تكون حتى قيم اسريه اكيد عندها علاقه بعزه النفس، عندها علاقه بحب الانتماء، عندها علاقه ب يعني بعض القيم اللي هي راسخه فينا حنايا مثلا كمغاربه، وغتلقاها عند اي واحد في اي بلد مع البلد ديالو. يعني اشياء اللي هي بديهيه تخصها تكون في الصغر. مهمة جدا. فكنشوفوا بعض الأسر كيكون مثلا الأب أو الأم إطار مهندس إلى آخره، إطار عالي، وكيدخل ملي كيدخل الدار وكيتشكى من ديك الخدمة. تماما. أنا هاد الخدمة داتي صحتي، أنا مشاكل في الخدمة، أنا يا ما عندي ما ندير بهذا الشيء، أنا إلى آخره. وهذوك الوليدات هما كيشربوا هذا الإحساس هذا، بمعنى أنك ملي أنت كتسمى عادة كتسمى ناجح. علاش؟ لأنك خديتي واحد البوست مزيان وأنك عايش مزيان من الناحية المادية إلى آخره، وكتجي وكتبقى كتبخص هذيك الفرصه اللي تعطاتك قدام الوليدات ديالك الى اخره. فهم عمرهم ما غادي يعطيو القيمه لشي حاجه. هذه اولا. ثانيا، او ذاك الحديث اللي كيدور بيناتنا ديال اننا خصنا كلنا نتخباو، نكونوا غير في واحد البليصه عندنا واحد الابتسالاخ وصافي ومع الحيط وكتعطيكش فرصه للانجازات وكنقلبوا غير حنا نلصقوا في شي حاجه اللي ما غاديش. هذيك حتى هي راها مشكله كبيره. علاش؟ لان هاد الاتكاليه اللي غتولي عند وليداتنا ديال انه خصو فيما وصل شي مرحله خصو يلقى شكون اللي غياخذ بيدو ويجيب ليه الحوايج واجدين. كاينه المساله الثالثه، هي شنو كيعطينا الاعلام العالمي في سياق العولمه من صور النجاح. السهل ديال انه مثلا بواحد المجموعه ديال مغنيين او ديال كذا ولا لي زانفلونسور ولا سميتو اللي تيوصل بواحد الشكل اللي هو سريع ودغيا تيربح الفلوس ودغيا تيولوا عنده الفلوس الى اخره. هذه حتى هي كتغير واحد، بحيث ما كنبقاوش لوكاليزي، ما كنبقاوش نفكروا في البلاد ديالنا، ما كنبقاش نفكروا في الوطن ديالنا، كنفكروا غير في الارباح وحنا غنوليو مشهورين وحنا غنركبوا في السياره الفنيه. يعني بو امبورت الطريقه، الوسيله، الغايه تبرر الوسيله. اذا هذه امور كلها في الحقيقه خصنا ننتبهوا لها، لا كاسر ولا كتعليم وكموجهين. يعني في التوجيه واش هذه الامور هذه كتخد بعين الاعتبار؟ هذا سؤال غادي يبقى مطروح، غادي تعطيني فقط اجابه اللي هي مقتضبه باش غادي نناقشوا هذه الاشياء. خصها تخد بعين الاعتبار. علاش؟ لان الموجه ملي تيتكلم مع التلامذه خصو يقول لهم هذه المهنه ها فاش كتنفع البلاد، هذه المهنه ها شنو الحوايج اللي كدير بالنسبه لنا كوطن كمواطنين الى اخره، شنو مثلا حتى لا نوسيون ديال الاجر. احنا ماشي ضروري كان خصنا هي الفلوس تماما، حتى انك كدير واحد الخير، كدير واحد الفضل، كدير واحد وانك كتاخذ شنو الدور ديالك في المجتمع ديالك، شنو الدور ديالك مع الانسانيه عامه. يعني هذه اشياء اللي مازال مهمله شيئا ما. تلقاو انه كاين واحد الوعي عند واحد الفئه مثلا اللي تيتكلموا فيها مع وليداتهم، بعض الاساتذه وبعض التلاميذ اللي كيمروا رسائل من هذا القبيل، لكن ما كناش انها تكون عامه. يعني هي اللي من هذه الامور هذه اللي ترقى بالامم كنظن. وحان الوقت اننا نشتغلوا على العقليات بهذا الشكل الايجابي كبروفيسور. دونك هاد العشيه ان شاء الله غادي نتكلموا في هذا الموضوع هذا معك مازال، وغادي يمكن لنا حتى نتناقشوا معكم مشاهدينا انكم فوالا تواصلوا معنا، طرحوا الاسئله ديالكم، تعطيونا افكاركم، شنو رايكم مثلا في هذه الطريقه اللي كيتم بها التوجيه، شنو رايكم في هذه القيم هذه، واش كنعطيوها ما يكفي يعني من اهميه بالنسبه لوليداتنا باش يكون عندهم اختيارات ياك من بعد، وتكون هذيك الاختيارات لصالحهم ولصالح المصلحه العامه. دونك من الجوج حتى للربعه غادي نتلاقاو حنا وياكم كالعاده على امواج راديو دوزام مباشره. الى اللقاء.